إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم درس مليح في مادة الإمداد. الإخوة الكرام، المادة الموضوع هو أين الزطلة؟ إلى أين ذهبت 800 قنطار من الكوكايين؟ وين راحت؟ الشاب يتساءل أين ذهبت؟ إذا الأم تتكلم مع ابنها مصطفى، تقول له: أين الزطلة يا بني؟ ومن تكيفها؟ ليلى ترد عليه: لا أدري، ربما تكيفها مصطفى. مصطفى يرد عليهم: هي تكذب، أنا كنت غائبا، وصلت الآن فقط. خالد يقول لهم من الجهة الأخرى: انظري انظري يا أمي، القطة هي التي تكيفتها. أخذ خالد حصا وأراد أن يضرب القطة. ليلى: لا تضربها، إنها مونك. إذا بارك الله فيكم وشكرا جزيلا على الدرس هذا، وأتمنى تحفظوه وتتسألوا وين راح 800 قنطار تاع الكوكايين، إلى أين ذهبت. بارك الله فيكم، ما تنسوناش بالاشتراك، سبسكرايب، ابوني، وتفعيل خاصية الجرس. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم جيجلي.